طيب يا شباب، اليوم إن شاء الله بدنا ناخذ كمان أمثلة إضافية على الأوبجكتس، بس بدنا ناخذها بطريقة مختلفة شوية. يعني على سبيل المثال بدنا نعيد الكلاس تبع السيركل، بس بدنا نعيده بطريقة مختلفة. كيف بنعرف كلاس؟ كلاس، سكر الجوال، سيركل. ايش كنا نعرف؟ سنتر بتساوي 0 0، تمام؟ والار بتساوي مثلا 0 بهذا الشكل. لا، انت ليش بتعطي قيم ابتدائيه وفي عندي كونستراكتور؟ تمام، فبالتالي هذا الكلام انا ممكن اسويه بشكل مباشر في الكونستراكتور. فايش بروح مباشره على الانت، وهنا بعطي له السنتر والراديوس الار سيلف دوت سنتر تساوي السنتر سيلف دوت راديوس او الار تساوي الار. تمام، حكينا انه هاي تختلف عن هاي. هاي باراميتر تم تمريرها ل الكونستراكتور، وهذا عبارة عن ممبر في الكلاس، فيلد في الكلاس، بيانات. تمام، ما فيش داعي انه انت تكتبه فوق وتعطي له قيمة وانت هيك تعطي له قيمة ابتدائية. تمام، خلينا نشوف السترينج ريبريزنتيشن لهاي السيركل قبل الاريا والبرميتر. خلينا نشوف السترينج ريبريزنتيشن. راح نستخدم دالة الفورمات return ل انه center slash t و ال r زي هيك، وبنعمل self dot format ل self dot. بالمناسبة هاي انه انت في عشان انت الاديتور بيساعدش، ممكن انه انت تكتب مالتي لاين، فيش مشكلة. فهنا وانت جوات الدالة جوات القوسين تعمل انتر، هو لحاله بيروح بنزل قوس، وممكن تحطهم زي هيك بالترتيب. بنقول له سيلف دوت سنتر سيلف دوت ار تقريبا. السيركل صارت جاهزة، بنعرف سي واحد بتساوي سيركل بهذا الشكل. بنقول له هنا انه رح تاخذيات تبعتها 3 و4 والراديوس 3. ممكن نستخدم اسلوب تاني، نقول سي 2 تساوي سيركل. وهنا لاحظ عليا لما ممكن تعطي له باراميترز بهذا الشكل، تقول له انه السنتر بتساوي، اول ما تكتبها على طول بيجيب لك اياها 3 او 2 و5، خلي انه هاي مختلفة. وهنا تقول له الار بتساوي هاي وبيجيب لك اياها. ايش حاطط لك عليها البي شارب؟ بي باراميتر. هنا لغاية الآن احنا في عندي الاف عبارة عن فيلد، والام عبارة عن ميثود، والبي هنا عبارة عن باراميتر. بنقول له الباراميتر هذا بتساوي الراديوس بتساوي 8. تمام، نطبع سي 1 وسي 2. تمام، طيب الآن قارن لي السطر 11 وسطر 12 زي بعض، بس سطر
يعني اوكي سطر 12 وسطر 13، اوكي نزلت سطر الان، بس هنا انا حددت له الباراميترز هذه انه كذا، وهي بذكرك فيها زي ما مرت علينا سابقا. نيجي نحكي انه المود هذه حنجيها بعد شوي، طول بالك، بس هذه بدي اشبه لك اياها زي ما كنا نعمل في الفايل، نقول له المود بتساوي ار، تمام؟ وفي الليست انا عندي داله الريفيرس، تمام، انه داله السورت عفوا، انه الريفيرس بتساوي ترو. يعني تخيل لي اياها زي هيك، هاي انت عندك ليست ممكن تعملها سورت، تروح تقول له ترو. ترو لايش؟ مش مقروءه، مش مفهومه. لكن لما تقول له الريفيرس بتساوي ترو، بتقول له الباراميتر ريفيرس خلي لي اياه بيساوي ترو. وهنا نفس الفكره، هنا عندك انه هاي الفاليو بتروح للسنتر، فبتقول له السنتر بتساوي، من وين اجت هاي؟ هاي اسم الباراميتر هذا، انت حددت اسمه هنا، تمام. والثلاثه هي عباره عن الراديوس بهذا الشكل، فبالتالي صار الكود عندك مفهوم اكثر. طيب احنا عندنا في الليست ممكن اعرف ليست بكم طريقه، عاده ممكن اقول له ليست هذا عباره عن ليست فاضيه، وممكن احكي له ليست واحكي له انه هذه 1 4 8، وممكن اعرف ليست ثالثه واقول له لا مش بهاي الطريقة، اكتبها مباشرة واقول له 1 5 9. فهذه عبارة عن 3 lists، بسمح لك انه انت تعرف list فاضية، تمام، وتعرف list وتعطيها هنا قيمة في الكونستركتور، وممكن تكتبها بهاي الطريقة. شوف كيف هاي empty list، وهي الليست الثانية، وهي الليست الثالثة. الليست الأولى empty. طيب احنا بالنسبة للتايب الجديد تبعنا السيركل أو السيركل، بنفع إن احنا نعرف سيركل فاضية؟ يعني بنفع أقول له سي 3، عرفنا سي 1 و2، هاي سي 3 بتساوي سيركل زي هيك وبس أسكت، بنفع؟ بدها باراميترز بالضبط. شوف انت عندك الايرور ايش راح يطلع، تايب ايرور انه الانت تاخذ 2 باراميترز ريكوايرد، مطلوبات انت ما مررته، تمام. ايش هم؟ اللي هم السنتر والراديوس، فبالتالي لازم تمررهم. طبعا بدي اعرف ليست سيركل فاضيه مثل الليست، كيف ممكن احل هاي الشغله؟ بحلها انه بقول له هنا في الانت، خلي بالك المستخدم اذا مرر لك باراميتر خذ القيمة تبعته، ما مرروش اعتبره 0 0، زي ما كنا فوق هنا في البيانات كنا نعطي قيم ابتدائية، خلص القيمة الابتدائية لو ما اعطاهاش المستخدم بحطها هنا، والراديوس كذلك. لو المستخدم مرر قيمة اوكي كان بها، ما مررش اعتبر انه الراديوس 0. ساعتها هنا بسمح لك انه انت تعرف سيركل فاضية وشوف نتيجتها في الطباعة. احنا عملنا الـ STR، نعم موجودة، شوف كيف الطباعة C3. تمام. والاكثر من ذلك كمان، انه انت ايش ممكن تسوي؟ تعرف سي 4 سيركل، وايش تقول له؟ انه السنتر بتساوي 1 و1 بس، تذكر ما تعطيهوش ريديوس بالضبط، بروح باخده 0. فهنا السنتر في موجود قيمه حياخذها، لكن الريديوس مش موجوده
هاي هاخدها صفر. شوف لي هنا سي 4 تمام بهاي الكيفية، وهذا الكلام ممكن نطبقه على أي كلاس احنا أخذناه سابقا. كلاس البيرسون ممكن تعطي 1 باراميتر بس النيم، ممكن تعطي النيم والايج، ممكن تعطي النيم والايج والجندر، كذلك السيارة ممكن تعطي بس موديل السيارة أو لونها تمام. فبالتالي السيارة احنا بدنا نعيدها بنفس هذا النظام. هذا النظام واضح بالنسبة لكم؟ واضح يا شباب؟ في أي أسئلة؟